السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، اموركم مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد غادي يعجبكم بزاف. هذه فكره كنقدمها لكم غادي تنفعكم بزاف، لا في انكم تكونوا مثلا خارجين ولا في العمل ديالكم. شاهدوا معايا الفيديو حتى تشوفوا معايا. عندي الصابون السائل كيف ما كان نوعه، المهم يكون الصابون السائل. اللي غنحتاجو في هذا الفيديو غادي نعرفو لكم. عندنا الماء، عندنا مقص، ضروري المقص، ضروري المقص يكون في هذا الفيديو لانه هو اللي غنعتمدو عليه باش نصايبو هذه الفكره هذه. وبواطه، ماشي ضروري تكون بواطه كبيره بحال هكا، الا كانت عندكم شي بواطه صغيره اللي تقدروا انكم تخشيوها في الصاك ديالكم غتكون احسن من هذه. انا غير بغيت باش نوريكم كيفاش غادي ديروا وصافي. نبداو على بركه الله. وعندنا بابي جينيك، ما عقلتش واش قلت لكم ولا لا، سمحوا لي. البنات بغيت نقلب على الشيته، ما لقيتهاش موجوده عندي في الدار، لقيت غير هاد الشيته هذه، وانما حتى هي قاتل الغرض. انا غنكمل معكم دابا الفكره. كنشدو هاد الصابون السائل كيف كتشوفوا، كيف كتشوفوا البنات، انا وضعته بهذه الطريقه هذه، ما عادش غايبان لكم ولا لا. كيف كتشوفوا انا وضعته على بابي جينيك، وغادي نخليه المده ديال 5 دقائق بما نشف. كيف كتشوفوا البنات، من بعد ما وضعنا هذا الصابون السائل كيف كتشوفوا على هذا الشكل، هذا راه بدا كينشف على بابي جينيك. غادي نوريكم في المرحله الثالثه كيفاش غادي ديروا لي، وكيفاش هذه الفكره غادي تنفعكم بزاف. لمن غادي تنفع؟ الناس اللي تيقراو في المدارس. بعض المرات ما كيخليهمش الاساتذه انهم يخرجوا يغسلوا يديهم، ولا بعض المرات تيكون مثلا الماء مقطوع، ولا ماشي تقضيت الماء مقطوع سمحوا لي، مثلا ما عندهمش كياكل مثلا شي حلوه ولا شي حاجه وكتوسخ لهم يدهم يعني، وكيبقى داكشي لاصق يعني، ما يمكنش غادي يحيد غير بالماء. انا جبت لكم هذه الفكره هذه غادي تنفعكم بزاف، لا في ناحيه الناس اللي تيقراو ولا من ناحية الناس اللي كيخدموا، تيخدموا في شي بلايص اللي ما متوفره فيهم كاع لا الصابون لا شي حاجه. نتوما راكم عارفين شنو كاين بلا ما نهضر بزاف. غادي نشدو، غادي نقطعوا على هذا الشكل، هذا موصويات صغار. القطع اللي قطعت معاكم، وهنا غنوريكم كيفاش تستخدموا. غادي نشدو هاد القطعه هادي من بعد ما نشفات، وغادي تلاحظوا معايا كيف شنو غادي يوقع. غادي نحلو قرعه ديال الماء، انتوما البنات شوفوا معايا، انتوما البنات شفتوا الفكره اللي بغيت نوصل لكم. انك ما غاديش تحتاجي انك تهزي معاك صابونه ولا شي برودوي اللي غادي تقل عليك، غير هاد الفكره هادي طبقيها وغادي تصدق ليكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون انني فتكم بشي حاجه. شكرا بزاف لكم على الدعم ديالكم، وانكم ديما واقفين معايا لهلا يخطيكم، وشكرا بزاف على انكم تبعتوا هذا الفيديو. وما تنساوش الله يخليكم البارتاج والاشتراك مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده، وشكرا.